حول هذا المشهد انضم إلينا عبر الهاتف السيد عمرو عادل مسؤول الملف السياسي في المجلس الثوري المصري. سيد عادل، إذا كان هذا هو رأي الصحافة الغربية في السيسي والانتخابات المزعومة، لماذا يواصل إذن قادة الغرب دعمه إلى الآن؟ سيد عمرو عادل تسمعني؟ أيوة، السلام عليكم. كنت أتساءل لماذا يدعم قادة الغرب إذا كانت الصحافة الغربية تنتقد عبد الفتاح السيسي والانتخابات؟ والله خلينا نفرق بين مستويين، مستوى الحكومات ومستوى المجال العام. المجال العام مفتوح لحد ما، الصحافة قادرة تتكلم، طبعا في بعض الأمور ما بيتكلموش فيها، لكن في الآخر القرار السياسي في إيد النخبة الحاكمة أو الطبقة الحاكمة. وأيضا بيستخدم هذه المساحات المتاحة للضغط على الخصم. يعني هو بيستنفذ منه مثلا موضوع الطيارة الروسية، ماذا أخذت روسيا من وراء هذه الخصم؟ فالغرب كمؤسسات وكنظم بتدعم الاستبداد في الدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط، ولا تجد بديلا غيره لمصلحتها، وبتستخدم أدوات المجال العام من الصحافة وغيرها من المؤسسات إنها بتناور وبتظهر بعض القيم اللي هم المفروض بيدعوا إنهم بيمتلكوها، إنهم لسه فعلا بيمتلكوها، لكن هذا غير حقيقي. يعني الإدارة الأمريكية بترحب بفوز السيسي في الانتخابات، وهي مدركة تماما مش عارف اسمها انتخابات، لكن هم بيدعموا النظام الاستبدادي في مصر وفي كل مصر. بهذه الكيفية الصحافة تدعم الأنظمة فيها. نعم، بهذه الكيفية التي تتحدث عنها سيد عمرو، إذا الصحافة تدعم هذه الأنظمة الداعمة لعبد الفتاح السيسي. بالتأكيد، يعني حتى لو بغير إدراك، يعني هي بتظهر إن هي عندها مساحة من الحرية، ودي حقيقة. وبتظهر إن في يعني اختلاف على السياسات الدكتاتورية. وفي نفس الوقت بتظهر بعض الدين إحنا، وكأن هناك في قيم ومؤسسات داعمة للحرية في المجتمعات الغربية. وكل هذا غير حقيقي. طيب، حمدين صباحي أو تصريحات لسياسيين مصريين سيد عمرو تتحدث عن قسوة عبد الفتاح السيسي على المعارضة مع بداية فترة ثانية رئاسية، لماذا يصر السيسي على عدائه لكل القوى السياسية على الرغم من دعم بعضها له في انقلابه العسكري؟ والله ده وضع طبيعي، ده منطقي، يعني لا يوجد انقلاب عسكري لا يسحق كل اللي ساعدوه علشان الوصول من غير الدائرة العسكرية المحيطة دي، يعني وأي حد كان متخيل عكس كده يبقى ساذج، وأي حد هيصدق إن الناس دي مصدقة إن ده مش صحيح يبقى برضه ساذج. هم عارفين من الاول هم ادوات في ايد النظام، وايه يعني تخيل حضرتك ان من دلوقتي بنتكلم على انتخابات 22 وعايزين نجهز نفسنا عشان مش عارف ايه، يا ساده احنا في انقلاب عسكري ودوله مستبده، مش عارف نعمل انتخابات، وكل ده تاجيل المشكله، وكل ده محاوله اظهار رموز ويعني ونخب فاسده وعفنه موجوده في مصر. ومن هو حمدين صباحي؟ يعني حمدين صباحي وكل اللي معاه ما كانوش مدركين ان ده انقلاب عسكري وانه هديهم بالجزمه بعد ما وصلوا الصبح؟ مدركين طبعا. ما الغرض من هذه التصريحات؟ زي ما دورهم ووظيفتهم دلوقتي انهم يفضلوا يعملوا اي اكشنز واي احداث يعني ترسخ الحكم العسكري، ومنها اللي بيعملوه دلوقتي. احنا لينا في توجه ثاني تماما لانقاذ مصر، مش ولا سياسه ولا احزاب سياسيه ولا رؤوس تتكلم وتقول للمعارضه، هذا يعني كله مسار تضليلي للشعب المصري ومحاوله يعني صناعه مجالات زائفه ومسارات زائفه. طيب اخيرا وسريعا سيد عادل، كيف ترى اتجاه ائتلاف الاغلبيه في البرلمان على تعديل الفتره الرئاسيه الى 6 سنوات؟ ما هو ده برضه يعني البرلمان، ما يسمى البرلمان دلوقتي هو عباره عن سكرتاريه تنفيذيه، لا توجد مؤسسات دوله عشان نناقش هي بتعمل ايه. احنا عندنا خط واحد للنقاش ان دول مجموعه مجرمين ومحتلين مصر. اي كلام تاني الحقيقه هو نوع من الاجهاد النفسي. يعني احنا بنوجد نفسنا دلوقتي ليه في شوار احنا 6 عقود 10 سنين 15 سنه؟ ده دستور لا يعبر الا عن اراده الاقوى دلوقتي، مفيش مؤسسات دوله في مصر. فبالتالي احنا نناقش، يعني نستغل الوقت والقنوات في توجيه الناس بعيد عن هذه المساحه تماما. يعني ولا في برلمان عشان نتكلم، طب نحاول نضغط على البرلمان عشان ما يعملش الكلام ده، ولا هو في واحد واقف بالدبابه وبالسلاح ومعاه كل المؤسسات بيحاول انه يفضل طول عمره في السلطه، ولو فرضنا بهذا الحق هيفضل فعلا طول عمره في السلطه. شكرا جزيلا لك مسؤول الملف السياسي في المجلس الثوري المصري سيد عمرو عادل، كنت معنا عبر الهاتف.